السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنرحبوا بكم في القناة ديالنا ونتمنوا لكم ان شاء الله تقضيوا معنا اوقات طيبة وسعيدة. غادي نوريكم واحد الكاليت مالحة كتجي رائعة ان شاء الله، غادي نديروها بالدجاج كتجي رائعة، غادي نصوبوها بلاباط فيتي يعني المعروفة، هاد العجينة المعروفة جدا واللي عندنا في القناة، راه عندنا بزاف ديال الوصفات ديالها ليكم تصوبوها بهاد لاباط، غادي تجيكم ان شاء الله في مستوى رفيع باذن الله. غادي نشوفوا المقادير ونشوف الطريقة. مرحبا بكم. عندنا صدور ديال الدجاج، كنديروا شوية ديال زيت الزيتون إلا بغينا، أو زيت أو زيت نباتية، كنديروا الإبزار ونديروا الكمون ونديروا شوية التحميرة، شوية القرفة، شوية الملحة، وديروا زيت الزيتون أحسن. عندنا هنا بصل، عندنا هنا بصل قطعناه صغير بحال هكا، البصل طري كي غادي يكون اجود واحسن ان شاء الله الا درتوه. وعندنا السبانخ، عندنا شويه ديال السبانخ ها هما، وعندنا الفرماج الاحمر، وعندنا شويه ديال الفرماج ريكوتا ان شاء الله. هادو هما المقادير اللي غادي نصوبو. وعندنا لاباط فيتي كما كتشوفوا، لاباط فيتي ديالنا ها هي، هنا غادي نخرجوا ان بون غاليت في المستوى الرفيع ان شاء الله. مرحبا بكم. عندنا واحد المقله، غادي ناخذ الدجاج ديالنا اللي درناه بالزيت نديروه بدا يطيب بحال هكا ان شاء الله، وفي نفس الوقت غادي نصوبوا المكونات الاخرى. هنا غادي نديروا البصل ديالنا، هو اللي غنديروا مع الدجاج بحال هكا، هذا خصو يطيب لينا زوين، يجي من طيب مزيان ان شاء الله. هنا درنا شويه الزبده، نخليها، غادي نديرو السبانخ ديالنا ندبلوهم نخليهم يطيبوا شويه غير شويه مع هذيك الزبده. نخليوها تذوب كامله، نديرو الزيبانير ديالنا ان شاء الله، ندبلوه هنا في هاد مع شويه الزبده. هنا اللحم ديالنا كنقلبوها كل مره باش نخليوها تطيب مزيان، وغادي تكمل الطياب ديالها في الفران ان شاء الله. العطريه درناهم كاملين اللي قلت لكم في الوصفه، هادو غادي نديرهم غير يدبالوا هنا ونحيدوهم ماشي نطيبوها. نتمنىكم تجربوا هذه الوصفه غادي تعجبكم باذن الله. ها هو هذا، بارك عليه، ندفيو عليه ان شاء الله. ضروري نخليو اللحم ديالنا طيب، ما بغيتش اللحم نديروها خضراء، واخا غادي يدخل الفران ويطيب مازال في الفران، خصنا اللحم ديالنا طيب. هنا درنا لي زيبينار، يعني هذا الشيء ديالنا راه طاب، قريب نقلعوه. الا بغيتي ديروا شويه ديال الحر ديروا شويه ديال الحر، راه كيجي فيها زوين. الله يجعل البركة. الحشوة ديالنا ها هي موجودة، هاد الحشوة الرائعة. نسرحوا لاباط ديالنا، نسرحوها مزيان، نديروها باش نخرج منها ان شاء الله شويه كبيره.
هنا غادي نقطعوا ان شاء الله واحد الكاري بحال هكا، ونقطعوا الثاني ايضا بحال هكا. هذه هي الغاليط ديالنا اللي غادي نصوبو في هذه الفورمه في هذا الشكل باذن الله. نديروا شويه ديال لادوري باش تسد لينا، باش ما يخرجش لينا منها الحشوه هكا ان شاء الله. غادي نجيبوا الحشوه ديالنا كنجروا لاباط ديالنا باش تجينا واسعه، وكنجيبوا الحشوه ديالنا نديروها في الوسط بحال هكا. كنجيبوا الجبن ديال الريكوتا كنديروه بحال هكا فوق منها، وكنديروا ايضا الفرماج الاحمر غير من فوق، كلشي من فوق هذا الشيء. هنا غادي نجيبو العجينة ديالنا، ها هي. دائما كنجبدو العجينة، راه العجينة ديالنا كتجبد، باش نسدوها مزيان ما تخواش لينا الحشوة ديالنا. هذا هو المهم عندنا، ان الحشوة ما تخواش. كنقادو هاد البلاصة بحال هكا، ونحطو المول ديالنا، نحطوه بحال هكا، ونجيب واحد اي حاجه، موس ولا معلقه ولا شي حاجه باش نضغطو. كنضغطو ان شاء الله هاد لاباط ديالنا بهذه الطريقه، ونسدوها مزيان. ونقطعوا هاد الشيء اللي بقى لينا من لاباط من جناب بحال هكا، ونقدر نخليو ليها المول باش يشد لينا الفورما ديال هادي. غير نضغطوها مزيان بحال هكا، يشد لينا هاد الفورما ديال هاد الكاليط ديالنا. صافي هكا ان شاء الله. هنا كنديرو شويه ديال لادوري، اللي بغى يسقى غير بالماء يسقى بالماء، ماشي مشكل. الفران شعلناه لدرجة الحرارة 180، نزينوها بهذا هكا. زينوها بالطريقة باش بغيتو ان شاء الله، ماشي مشكل. هذه كتسمى مالحة، كتجي مالحة ان شاء الله. ونديرو فيها شي تقيبات باش تنفس، كنديرو فيها شي تقيبات باش تنفس، ماشي بزاف. بارك كندخلوها الفران ديالنا ان شاء الله. درناها في الفران درجة الحرارة 180، العافية من الفوق ومن التحت، ونخليوها طيب على خاطرها ان شاء الله. هنا كرطو شي فرماج على هاد الكاليط ديالنا، خليوها سامبل، كرتو على غير شويه ديال الفرماج. ها
هذه هي لاكاليت ديالنا على شكل مربع، كتجي رائعه. نتمنى منكم تجربوها، هذه تعجبكم لانها كتجي صالحه حتى لرمضان، تقدروا ديروها في رمضان ان شاء الله. غادي نقطع لكم لان دائما كتقول لي الشاف انت ما كتقطعش لينا، نشوفوا الداخل كي جاتنا الداخل. هنا غادي نقطع لكم، ها هي ان شاء الله كتجي هائله ورائعه، نتمنى تعجبكم باذن الله. نحطوا كاع هنا هذا الشيء باش نشدوا المصور مزيان. نتمنى لكم اخواني اخواتي الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ردوا معنا في البال في القناه، راه غادي ان شاء الله غادي نعطيكم وصفات رمضانيه زوينين ان شاء الله. هذا رمضان غادي نتهلا فيكم مزيان باذن الله، ومرحبا بكم.